السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم الجديد وفيديو جديد، وهذا النهار غادي نشوفوا وصفه سهله سريعه صحيه نزولا عند طلب الاخوات اللي طلبوا مني انني ندير لهم وصفات صحيه. اذا هنا كنشارك معكم غير وصفات اليوميه، يعني هذه ماشي وصفه جديده ولكن غادي نقدمها بطريقتي، وهكا تكون عندكم فكره لوجبه غداء او عشاء علاش لا. اذا هنا على بركه الله غادي نبداو باول حاجه وهي الدجاج اللي عندي هنايا ابيض الدجاج. نتوما بغيتو تعوضوه بديك الرومي تقدروا تعوضوه، وبالنسبه للكميه على حسب اعداد الاشخاص. هنا يكونوا مقطعين طروفه شويه كبارين. بالنسبه للتوابل هنا ما كثرتش بزاف، عندي شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر يابس، شويه السكينجبير، شويه الكركمه، شويه ديال الابزار، والثومه يابسه اللي تقدروا تعوضوها بالثومه محكوكه. ودائما على حسب، يعني الا بغيتو تكثروا في التوابل تقدروا، ولكن من الاحسن بلاش. صافي انا هنايا غادي نخلطهم كاملين على هذا الشكل هذا، وغادي نديرهم فوق ابيض الدجاج مباشره. يعني ما فيهاش شي سر هذه الوصفه، السر اللي فيها هو انه نخليوها ترقد مده طويله. صافي يعني هذا هو السر ديالها. هنا كما كتشوفوا عندي الملحه، انا غادي ندير كميه ديال الملح. انا هذه الملحه من السماء بالاعشاب، ديروا غير ملحه عاديه، وغادي ندير واحد القطرات ديال عصير الليمون، ماشي بزاف، لان الليمون راه غادي يطيبها اولا غادي يهري لنا هذاك اللحم، حنا بغيناه يبقى شويه مجموع. هنا عندي القزبر والمعدنوس مقطعين، انا قطعتهم كبار باش يبقاو باينين، وغادي ندير هاد الزيت اللي مرقده فيها هنا ورقه موسى والثومه والاعشاب المنسمه. زيت زيتون عاديه كندير فيها الثومه اللي مرقدها هنا، راني دايره الوصفه في القناه، وكندير فيها دوك الاعشاب المنسمه كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف لكاع الاكلات، يعني اللي طايبه واللي ما طايباش. هنا غادي نزيد واحد زوج معالق كبار ديال الياغورت طبيعي، انا هذا عندي من السنبل الحامض ماشي مشكل، هذا الياغورت هذا انا ديال الصوجا. نتوما تقدروا ديروا ياغورت طبيعي ولا ياغورت من السنبل الحامض الى كان متوفر عندكم كيكون احسن. صافي هنا غادي نخلط هذه المكونات كامله، يعني نحاول انه هذيك ديك التوابل تدخل في اللحم مزيان ديال الدجاج. غادي نغطيوه ونخليوه هنايا اكثر ولا اكبر وقت ممكن، شحال ما عطيتو له الوقت شحال ما كيجي بنين وزوين. فهاد الاثناء انا غادي نصايب معكم واحد الوصفات زوينين كيرافقونا هاد اللحم اولا هاد لي بروشيت ديال الدجاج. عندي هنايا زوج بصلات صغيورين ولا بصله كبيره، قطعتها هنايا شرائح طويله، درت معها شويه ديال الزيت، درتها هنا شويه كتدبال اولا طيح، ومن بعد غادي نزيد خيزويه محكوكه وقرعه كبيره محكوكه، كيجيو غزالين بزاف. هنا عندي شويه ديال القزبر، الملحه وشويه ديال البزار بطبيعه الحال. بالنسبه لهذه الاكله هذه ولا هاد انا كنحسبها شلاضه الا بغينا نقولوا، كتجي زوينه بزاف البنات، كتكال سخونه اولا بارده. انا هذه كنصايب يعني في الصيف ملي كيسخن الحال كنصايب يعني واحد الكميه كثيره، وكنديرها في بواطه ونخليها نديرها في الثلاجه. ملي كتكون هكا المشاوي ولا بحال هكا لي بروشيت ولا الحوت ولا شي حاجه كترافقهم زوينه، كتجي غزاله بزاف الصراحه. صافي كتخليهم هنا حتى كيطيح هذاك الخيزو والقرعه كيطيبوا، يعني تبقاو كتحركوا فيهم. وهنايا غادي نقطع غير نوجد داك القزبر، غادي نقطعو نخليه على جنب. انا هنا غادي نغطي هاد المقله وغادي نخلي هذاك الصهد اولا هذاك نقولوا داك البخار يرجع عليهم، وباش هكا باش كيطيبوا دغيا. صافي، ومن بعد كديروا التوابل اللي بغيتوا. انا هنا اكتفيت بالملحه والبزار، ولكن تقدروا تزيدوا فيها الكركمه والتحميره كتجي حتى هي بها زوينه. كما تقدروا تحكوا فيها واحد الدرس ديال الثومه ولا واحد الرويز ديال الثومه. انا هنا الزيت اللي درتها كطيب فيها راه فيها ريحه الثومه، يعني ما غاديش نكثر باش ما تجيش غالبه بزاف. اما نتوما تقدروا ديروا في زيت الزيتون
وتحكوا واحد الثومه يعني حتى الاخر باش كتبقى الريحه ديالها، وكيبقى يعني المنفعه ديال الثوم اللي كنعرفوها عندها منافع حتى هي كثيره. يعني راه ما كنديروهاش ما كنطيبوش بها غير هكاك، ماشي على الريحه ولكن حتى بالنسبه للمنافع ديالها. صافي انا هنا غادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان ونخليهم على جنب. المهم بعد ما دازت مده انا خليته هنا واحد زوج سوايع، يعني بقى مرقد هاد ابيض الدجاج. غادي ناخذ لي بروشيت، انا هادو ديال الخشب خصكم ترطبوهم ولا ترقدوهم في الماء باش منين تدخلوهم للفران ما يتحرقوش. انا عندي ديك الكغي ولا الشبكه ديال الفران درتها فوق الصينيه، والصينيه متبعه الحال فرشت ليها واحد البابي الومنيوم باش الا طاحت هذيك لاصوص بعدا الصينيه ما توسخش لينا. تقدروا ديروا هاد لي بروشيت في باربيكيو الا بغيتوا ولا فوق المجمر كيف ما بغيتوا. انا هنايا فضلت نديرو في الفران لانه دغيا غادي يعني ما عنديش كميه كبيره اللي غادي نجبد عليها الباربيكيو، قلت غير شي حاجه قليله ماشي مشكل نديرو في الفران. هنا كتبداو كتعمروا لي بروشيت الكميه اللي بغيتوا طبيعه الحال. بغيتوا ديروا دوك كي نقولوا لهم حنايا السفافد ولا لي بروشيت ديال الاينوكس ولا ديال الحديد تقدروا ماشي مشكل. انا بالنسبه ليا هادو كيجيوني عمليين وسهلين، الاخرين راه كيحرقوني دونك ما كنستعملهمش بزاف، كنستعمل هادو ديال الخشب كيجيوني ساهلين. صافي هنايا كنكمل الكميه اللي عندي وغادي نستفهم فوق هذيك لاغري. غادي نشعلوا الفران باش ندخلوهم كيسخن واحد شويه، غادي ندخلهم يطيبوا. ما غاديش نجهد عليهم انا هنايا النار، غندير تقريبا واحد 200 درجه حتى كيطيبوا على خاطرهم، يعني ما تحرقوهمش بزاف عاوتاك باش ما يجيكمش اللحم يعني قاصح ديال الدجاج وراه دغيا كيطيب مع الحامض وداك التوابل راه دغيا يطيب. صافي انا دخلته يطيب ودابا غادي ندوز شلاضه ولا سلطات اللي غادي ترافق لنا هاد لي بروشيت. انا دائما كنقطع ملي كيكون عندي الوقت كنكون واقف في الكوزينه كنقطع الشلاضه وكنديرها في لي بواط بحال هكا. عندي هنايا خيار مطيشه ودوك الفجل بلاتي وغادي نستعملهم، ما غاديش نستعملهم دابا وما غندير لهم لا زيت لا حتى شي حاجه كنخليهم هكاك. انا الحاجه الوحيده اللي كنديرها هي البصله والقزبر والمعدنوس الا كنت غادي نديرهم بحال هذا الشكل. هذا البيتخاف قطعته صغيور يعني مسلوق مقطع صغيور وخليته بوحدو، درت معاه البصله وشويه ديال القزبر والمعدنوس. بطاطا نفس شيء حتى هي مسلوقه، ما كنديرش معاهم الخل او الزيت كنخليهم حتى كنبغي نحتاجهم عاد كنتبلهم. بحال هذا الشكل هذا الروز لي بات بطاطا تسلقوهم بكميه كبيره راه كيبقاو 4 ايام حتى الخمس ايام في الثلاجه، يعني منين تحتاجوهم كيجيكم الحل ساهل وكتنقصوا عليكم الخدمه من قبل. بالنسبه لهذه الاكله هذه راه كتجي حتى يعني بحال هكا ملي كيكون الحال سخون اولا يعني نديرو خرجات وناخدهم بحال هاد الشكل هذا في لي بواط اولا حتى في شهر رمضان راه كتجي اكله خفيفه وما فيهاش يعني دهون بزاف ما كتقلش علينا على المعده. يعني صراحه خفيفه بزاف. هذه غير فكره انا قلت لكم، هذه راه يعني الكل شي كيعرفها راه ماشي ديال دابا ولكن غير فكره عطيتها لكم فقط. هنا كما شفتوا درت معكم شويه ديال الحامض فوق ديك لا سالاد، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار ماشي بزاف، ومتابعه الحال كنديروا زيت الزيتون مهم القياس اللي بغيتوا. بالنسبه للبطاطا تقدروا ديروا مايونيز الا بغيتوا كتجي معها حتى هي زوينه. انا اكتفيت غير بالحامض والزيت والملحه فقط. صافي كتخلطوهم وكهكا كتكون عندنا لا سلطه ديالنا موجوده. يعني صدقوني الا بقيتوا كديروا بهذه الطريقه هذه لي سلطات ويعني توجدوهم من قبل وتخليوهم كينفعوا بزاف، كيجي واحد النهار كتكوني عيانه ولا ما قادراش صافي كتلقايهم موجودين. صافي هنايا كما شفتوا لي بروشيت ها هما طابو، انا ما خليتهمش يعني يتحمروا بزاف. راه عندي طريقه طرق في القناه ولكن هذه طريقه اخرى قلت علاش لا نشاركها معكم. ويعني كما قلت لكم ما خليتوش طاب بزاف باش ما يتحرقش ويجينا يابس، كيجي بحال هذا الشكل هذا محمر كيجي طري من الداخل كيجي فتي. ولي سالاد اللي صايبت معكم هما هادو كيجيو على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم هذيك ديال القرعه وخيزو تقدروا تاخذوها تياد يعني سخونه ولا بارده. رافقتهم بهاد لا سالاد هادي شويه ديال زريعه القرعه شويه ديال حبوب الشيا هادي بلاتي وندير لها لا فينيغات، يعني حتى تنبغيو ناكلو نيشان ندير لها لا فينيغات ديالها. وصافي رافقتهم بشويه ديال الفخاز ونواه كوكو يعني اللي كان موجود عندكم
كيجي طبق هائل، يعني وجبة متكاملة. كما قلت لكم تليق منين يسخن الحال او حتى في شهر رمضان. نتمنى من الله ان الوصفة ديال اليوم تكون عجبتكم، تكونوا استفدتوا منها. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تعليقاتكم زوينة. نقول لكم تهلاو في ريوسكم، تهلاو في صحتكم، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامة.